السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مشروع بسيط دلوقتي، شوف الويند تانل بتعمل ازاي. مشروع فاضي خالص، تبدأ بقى ترسم الماس بتاعك، الشغل بتاعك اهوت، وتعمل له كرييت فورم، تبدأ تشوف الارتفاع اللي انت عايزه، وتقدر تزود اي ليفل اللي انت عايزه. وبعد كده هندخل على اناليسيس، وهقول له انا عايز ويند تانل، فيبدا يفتح لنا النافذه ديت. تبدا تشوف بقى انت عايز تشوف من الجهه ديت، تشوف من التوب من الجنب زي ما انت عايز، تعمل زوم على الحاجه اللي انت عايزها. تمام، تقدر من هنا تتحكم في الاتجاه بتاعك اهوت والزاوية بتاعتها يعرض لك الويند في فيلوسيتي ولا الاير بريشر، وديتيل ويند اناليسيس لو عايز تدخل في التفاصيل بتاعتها اهوت. تقدر تحدد الفترة اللي انت عايز تدرسها، من شهر كام لشهر كام. تمام، دي كلها المعلومات دي كلها بتطلع في التقرير زي ما هنشوف مع بعض بعد شوية. البوزيشن بتاعك، هل انت عايز اصلا 2D ولا عايز 3D، وفي 2D البوزيشن بتاعك تقدر تبدأ من اول مبنى لحد اخره زي ما انت عايز، وعايز تشوف الاكس بتاعك على الاكس والواي ولا الزد والواي ولا الاكس والزد، او عايز تشوف الجريد لاين ولا لا. تمام، كل الاعداد ديت تبع الويند تانل. وبعد كده بتقول له ريزولت، تقول له ران انرجي سيموليشن، بيبدا يعمل لك الران انرجي سيموليشن. تمام، ده كل ده بيتم في الباك جراوند، ولما بيخلص بيطلع لك النتيجه هنا في الريزولت كومبير، بيطلع فيها كل المعلومات بتاعت الويند تانل والويند روز والسولار وكل المعلومات اللي انت محتاجها في تحليل المبنى.